على لمس كرة، لمس شبكة عفوا، لمس شبكة من جانب نهال الكبير من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. 1-0 للنادي النسائي بقرطاج. مريم الغرياني عفوا هي مروة البرهومي في تنفيذ الارسال من جانب النادي النسائي بقرطاج. كرة برا، ارسال خاطئ. 1-1 حاليا التعادل، يكفيه النادي النسائي بقرطاج انهاء هذا الشوط للفوز بهذا النهائي واللقب الاول بالنسبه لي، في حين نادي الرياضي الصفاقسي مطالب بالانتصار في هذا الشوط وتاي بريك فاصل وحاسم في هذا اللقاء. سيناريو 4 أم 5 اشواط، الاجابه بعد هذا الشوط بطبيعه الحال. واللوب، ولكن الحكم يقول نقطه للنادي النسائي بقرطاج. باش نشوفوا الإعادة ونشوفوا الخطأ وين بالضبط. هنا شنو اللي صار بالضبط؟ ما عنديش حق القفز وهي تلعب في الخط الخلفي أو ماذا بالتحديد؟ الخط الأمامي ما نعرفش، ممكن شافها مست الشبك، لأنه حتى الحركة نتاعو مش نتاع الشبكة، يعني الحركة ما فهمتهاش أنا حركة. الحركة وكأنه تجاوزت 3 أمتار وقفزت يعني. إذا كان مست الكورة نتاع المنافس لازم يهز يده لفوق، مش يحط يده على 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 الشبكة. لا فهمنا لا شبكة لا مست كورة عند المنافس. نعم، 2-2 استقبال من رحمة العقربي والتسديد من خلود جنحاني، ونقطة ثالثة للنادي النسائي بقرطاج. 3-2 حاليا أسبقية النادي النسائي بقرطاج كما ذكرت. بطولة نسائية أو البطولة كانت في موسم 61-62، يعني هذا نهائي رقم 55 الكأسة، مسابقة الكأس يعني. أول موسم كان 61-62، هذا النهائي رقم 55. 10 مرات يعني في المباريات النهائي تنتهي المباراة بنتيجة 3-2، و19 مرة 19 مباراة 3-0 أو 19 مرة 3-1 و25 مرة 3 أشواط مقابل 0 يكون نعم. لا هو خطر تو أصبح موجه ال 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 معناها تسيير الكأس ولا موجه، فدائما باش تلقى مقابلات منافسة قوية معناها. نعم، 2000 2005 2008 2009 2012 2013 و2014 السنوات اللي تحصل فيهم النادي الرياضي الصفاقسي على 7 كؤوس بطبيعة الحال. هذه الأرقام كالعادة. هو حتى أنا عندي كأس، راه عندك كأس 2007 مع النادي الرياضي الهلالي. نادي الهلالي، نعم الهلالي. نادي الهلالي سنة 2007 هزينا الثنائي في الدوبلي، بطولة وكأس مع السيد محمد سلماني وفريق نادي الهلالي. قلت هذه الأرقام، مشكور كالعادة يعني السيد احمد بوساق على مدنا بكل التفاصيل والالعام والارقام عفوا والهيستوريك نتاع الكره الطايره في تونس. 2-1 النادي النسائي بقرطاج متقدم 5-3. 2-1 متقدم على مستوى الاشواط و5-3 على مستوى هذا الشوط الرابع. هو سيد احمد هو يتسمى ارشيف متنقل، وهو كذلك ابن الهوارية وابن نصر الهوارية، وعنده دراية كبيرة بالكرة الطائرة في تونس يعني. لا مش عنده دراية برك، عنده معناها توثيق. التوثيق كان إنسان معناها دؤوب في الحكاية هذه، ويتبع وحتى تو حتى بعد على الجامعة يتبع ويسجل ومعناها غرامه، وهذا معناها حاجة مهمة، والصحفيين معناها يعتمدوا عليه ياسر. الشيء اللي فريمون حاجة تخلي انه الكره الطايره دائما عندك الاخبار الصحيحه. وهو كذلك يعني بصراحه مسهل ماموريه عدد صحفيين بالهاتف بالانترنت بالفيسبوك بكل الطرق. مشكور مره اخرى على تسهيل ماموريه الصحافي. 6-4 زوز نقاط
فارق اسبقيه النادي النسائي بقرطاج في هذا الشوط الرابع نهائي كاس تونس الكبريات. الكره طايره مباشره على القناه الوطنيه الثانيه رقم 17 من جانب النادي النسائي بقرطاج. خلود الجنحاني منذ ان تم اقحامها في الشوط الثالث ساهمت باش ما نقولش غيرت يعني ساهمت في تغيير المعطيات باش ما نقولش غيرت المعطيات بعد ما كان نادي رياض السياقسي ياخذ الاسبقيه ترجع ويرجع نادي النسائي بقرطاج ياخذ الاسبقيه. مريم الغرياني تغادر والبورتوريكيه يامين ميسكا يامتين تدخل في الاونه. خلود الجنحاني بيرسل التوسيع كالعاده نهال الكبير وتنجح هذه المره جيان محمد في تسجيل النقطه الخامسه من جانب النادي الرياضي السفيقسي. هي جيان محمد تتحول لتنفيذ ارسال الان. شوف الاعاده الصعود وجيهان تسجل داخل الميدان كورابون جيان محمد ارسال على خلود الجنحاني التوزيع البرهومي ارجع الكره خطا من الاخطاء خلينا نقول الخير مسموح بها هي نوع من اللخبطه وقله التركيز يعني ما كانتش قويه برشا كره مروه البرهومي رجعت الكره اخف الاضرار نجحت وسجلت النقطه الثامنه 8-5 نقاط فارق وقت مستقطع فني اول في هذا الشوط الرابع. هي مروه البرهومي القوه نتاعها تستغل كل كره معناها ما تعطيش كره سهله للمنافس وهذا دور كل لعبه معناها كي حتى كي تعطي كره تظهر سهله ولكن هي في نفس معناها اللعبه صعبه لان تشوف تستعمل يد الصد عندما تمس في الصد تصبح كره صعيبه لان تتغير التراجكتوار نتاعها تولي صعيبه على اللعبه اللي بعدها وخاصه على مستوى الشبكه. وقوة مروة البرهومي كمعدة هي الكرة الثانية راه تهاجم في الكرة الثانية تلوبي تحط في وسط الملعب وين فما مكان فارغ يخليها معناها تلعب هي بأريحية تحسها تلعب بأريحية. نعم 8-5 ثلاثة نقاط فارق ارسال لمروة البوغاني حاليا انتظار إشارة السيد محمد بن شيخة. بوغانمي على جيان محمد وتسديده كانت قويه الكوثر الجماعي والبوغانمي تنجح في رحمه العقربي عفوا تنجح في تسجيل النقطه التاسعه 4 نقاط فارق. رحمه العقربي قاعده جي معناها في المركز نتاعها جي مع المعده والمعدة معناها نقطة الضعف نتاعها هي الصد لذا قاعدة تستغل في النقطة ذي معناها أكثرية النقاط سجلتها. نعم واضح لهنا إنذار موجه من الحكم للجمهور جمهور الترجي هذا ما نعرفش كانش لكن مسبق للمقابلة الجاية هو بالفعل هو جمهور ترجي على يميني جمهور النجم على يساري لهنا تحذير لمباراه نهائي الاكابر لانه يعني بعد اي نقطه بالفعل. اي معناها ورقه صفراء تصبح نقطه لمن؟ للنجم الساحلي للنجم الساحلي حتى ولو ان المباراه ما بداتش ما عندوش حتى علاقه بالخطر هو قاعد جاي باش يحضر المقابله نتاعو. نعم. النقطة تولي مهمة للمنافس كيفاش يتفاهموا الحكام يقول ما بين بعضهم يقول راه عطيت لا فما مراقب بتاع المراقب بتاع المقابلات بتاع الادوار النهائية هو اللي وصل المعلومة واضح يعني سامحوني في الكلمة يجيك البلاية غافل الفريق ما في باله بشيء يدخل يلقى روحه متأخر بنقطة ولا فريق يدخل يلقى عنده نقطة هذه أصبحت للإعلام فقط كما في الهوند معناها يعطيه دقيقتين كي الجمهور يتلفظ وهذه حاجة متفقين في وسط المباراة ولكن قبل ما تنطلق المباراة الأولاد مازالوا في الفستير ما دخلوش يدخل يلقى روحه خاسر من اللي يدخل يتحمل مسؤوليته نعم والمسؤولية أكثر هو للمسؤول على الجمهور لأنهم عندهم خاصة الترجي الرياضي عنده رئيس هيئة الأحباء نعم ليش خمسة
ستة نقاط فارق إلى حدين هنا مباشرة من قصر القبة. هنا نحسوا أنه نادي صفاقسي خاصة في الشوط اللي فات كان شوط حاسم، تحسهم اللي نفسانيا أثر عليهم الشوط الثالث ويكملوا في المقابلة يستناو فماشي معناه النادي النسائي بقرطاج يخلي يغلط أكثر باش ينجموا وما يرجعوا في المقابلة. إلى حد الآن تحسهم أنه لا عاد فما لا إرسال لا هجوم، معناه تسجيل نقاط كما هذا اللي تسمى تسجيل عشوائي، معناه لقينا فرصة سجلنا تغيير الطرق غيرت من الطريقة في التسجيل. 11-6 خمسة نقاط فارق أسبقية النادي النسائي بقرطاج، 11-6 حاليا أسبقية النادي النسائي بقرطاج على مستوى الأشواط 2-1 خلود الجنحاني إلى العقربي بطبيعة الحال فاطمة العقربي أو مروى البرهومي، مروى البرهومي مع عبير العثماني. نعم عزيز الصامت كانت نفذت إرسال خاطئ، 7-5 نقاط فارق على أنه نادي رياضي صفاقسي مع هذه النتيجة ينتظر إرسالات خاطئة أم لا؟ الإجابة أكيد لا، ولكن الإرسال كان خاطئ. 7 نقاط فارق 12-7 ومروى البرهومي كرة البرة أوت. تو مطالبين النادي صفاقسي أنه في الإرسال يكون إرسال صعيب وما يغلطوش، وإلا كان ما يكونش الإرسال صعيب ما ينجموش يرجعوا في الشوط. تقريبا أفضل إرسالات من نهاية الكبير بالنسبة لنادي رياضي صفاقسي، فرصة يعني بالنسبة لنادي رياضي صفاقسي للعودة في المباراة من خلال إرسالات نهاية الكبير. شوف كيفاش صعب أمور الدفاع ولكن موجودة رغم حاول فاطمة العقربي إلا أنه الصد موجود، الصد موجود والسي اس اس يرجع إلى مستوى الثلاثة. شوف العقربي تسديدة قوية من فاطمة العقربي ولكن إرسالات، تبعوا معايا الإرسال، تبعوا معايا نهال العقربي. ارسال بصراحة ممتاز ولكن خطيني يعني ما عنديش حتى علاقة. لا هو في هذا الخطأ لأن نعم. هي ما عندهاش حلول أخرى غير باش توصل الإرسال، لأن الإرسال هو الحل الوحيد للرجوع في المقابلة. تغلط في الإرسال وانت جامش ترجع للمنافس يقدم وانت ما تقعد في مكانك. نعم مرة جاية يعني 13-4 نقاط فارق، مرة جاية معاش نسبق الأحداث نخلي الإرسال يمر وبعد نعلق. 13-10 3 نقاط فارق، 13-10 كما ذكرت وسينطلق إرسال البورتوريكية يامي ليسكا يامتين. إرسال على العقربي رحمة والصد موجود، الصد موجود، والصد ده أحسن ثنائي في الصد كوثر جماعي ومسرة بن حليمة أحسن صد في النادي الصفاقسي. نعم حتى في الفريق الوطني نعم. 13-11 سيد نور الدين بن يونس يطلب وقت مستقطع، رجع الفريق لمستوى الاثنين. هو تو الحل الوحيد للنادي الصفاقسي كان يحبوا يرجعوا في المقابلة أنه يجب يكون الإرسال صعيب من غير غلط والصد يجب يكون في المستوى. نادي نساء بقرطاج يجب يسجل، حاول يكون عنده استقبال جيد باش ينجم المعدة تنوع في التوزيعات باش تسهل مأمورية للمهاجمات بتاعها وتخليهم يسجلوا النقاط، لأنه حسب النقاط معناها من نقطة 11 وانت ماشي معناها هما أغلاط نادي صفاقسي اللي تسجل. بالفعل وصل الفرق حتى 6 نقاط فرق 12-7 5 نقاط فرق 12-7 حاليا 13-11 والإرسال دائما لياميليسكا رقم 13 ياميليسكا يامتين هكذا بالتحديد اسم البورتوريكية خلود الجنحاني. التسديد من عبير العثماني، عبير العثماني بعد توزيعة ممتازة من مروى البرهومي، استقبال ناجح توزيع ناجح نسبة كبيرة التسديد والهجوم ناجح. هذا الحاصل الآن عبير عثماني تستعد لتنفيذ الإرسال بإشارة من الحكم محمد بن شيخة. عبير العثماني على الليبيرو على نهاية على نهاية المراوي بالفعل ترجع
من فاطمة العقربي، أخف الأضرار من مروة البوغانمي، مسرة بن حليمة توزع والصد موجود، هي البوغانمي مروة البوغانمي ترجع الكرة الأخيرة نقطة للسي اف سي 15-11 أربع نقاط فارق 15-11 الأسبقية للنادي المسابق قرطاج. فرحة نور الدين بن يوسف أكيد كبيرة برشا أمام بهدة أمام حيرة لعبد العزيز بن عبد الله حاليا بطبيعة الحال رقم 9 من جانب النادي النسائي بقرطاج أو رقم 8 هي عبير العثماني والكرة رقم 16 النقطة رقم 16 شوف الإعادة إرسال استقبال كان خاطئ فرصة لا تعاد فرصة للتسجيل هكذا قال السي اف سي وسجل 16-11 ووقت مستقطع فني ثاني في هذا الشوط الرابع والامور ذات اصعاب خلينا نقول اصعاب على النادي الرياضي السياسي كفرصه اخيره لانقاذ هذا النهائي صحيح هو لانه النادي الرياضي السياسي مقابله منافس جيد قاعد متشبث في المباراه ولكن رغم ذلك انهم يرجعوا نقطتين وبعد يغلطوا في الارسال والكونسيني المعنى الأولى والأخيرة أنهم الإرسال بتاعهم لازم يكون جيد بدون أغلاط لأنه إذا كان عطيت أغلط وعطيت الفرصة للنادي النسائي بقرطاج فإنهم هاش مش ترحمك معناها مش ومعنوا تو الوضع أنهم عندهم الأفونتاج بسيكولوجيك نفساني على النادي السفاقسي سواء في السكور ولا حتى في طريقة اللعب. نعم 16-11 خمسة نقاط فارق. مسارة بن حليمة كانت في الاستقبال وقوية قوية جدا الكرة كورجيان محمد الأخيرة رقم 6 16-12 أربع نقاط فارق. جيهان محمد تنجح في تسجيل الكرة الأخيرة والنقطة الأخيرة. الاستقبال فاطمة الكتاري خمسة نقاط فارق والارسال من فاطمة العقربي حاليا من جانب النادي النسائي بقرطاج بعد تسجيل النقطة الأخيرة بدأت الأمور تصعب خلينا نقولوا على النادي الرياضي الصفاقسي في حين أمام طريق مفتوح النادي النسائي بقرطاج على ضوء هذه النتيجة هنا كما ذكرت من قصر القبة قصر رياضي بالمنزا نهائي الكبريات النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي الصفاقسي في انتظار إرسال فاطمة العقربي إرسال موجه إرسال على ياميليسكا والكرة ذكية من جهان أحمد الكرة تأتي من نقطة رقم 13 جيهان أحمد كورابون ترجع الكرة كوثر الجماعي ثم صعود من جيهان أحمد تلمس الشباك والكرة برا خارج الميدان 18-13 خمسة نقاط فارق خمسة نقاط فارق بدينا نقربوا للنقطة رقم 25 خاصة النادي الرياضي الصفاقسي معناه مأيس في اللعب لاعبات جاتهم فرص سهلة ضيعوها ثم نرفزة في فوق الملعب وهذا معناه غير معقول اللاعبات دورهم فوق الملعب هو مش يلعبوا مش يعطيهم عندهم النرفزة والتعليق على أداء صحباتك ما ينفعوش يلزم التشجيع ويلزم اللعب باش ما تنجم ترجع وتربح المقابلة إلا باللعب مش بالكلام وبالتبذير معناه ضيع كرة سهلة غير معقول غير معقول لأنه هو نهائي كأس وهي حفلة كرة الطائرة أنت وصلت النهائي معناها باش توري وجهك الحقيقي تمثل جمعية كبيرة ما عندكش الحق باش تعمل أي تصرف غير معناه لائق بالجمعيه حاول تعاون حاول تقدم تلعب وتقدم وتعطي ما عندك لاخر المباراه تكلم على راحتك ربحك لها حاليه ولكن لعبت انت واعطيت الواجب بتاعك نعم 18-13 خمسه نقاط فارق
ارسال لخلود الجنحاني في هذه الاونه من جانب النادي المزيري بقرطاج. يامينيسكا في الاستقبال وتسديد من جهان احمد، ترجع الكره من يامينيسكا، التوزيع كالعاده هي الموزعه نهال الكبير، نقطه للنادي الرياضي الصفاقسي، كره اخيره ناجحه من جانب الصفاقسي، الاربعه 18 للسي اف سي و14 للنادي الرياضي الصفاقسي، السي اس اس، شوفوا التوزيع والتسجيل من اللعبه جهان محمد. 18-14 معناه نتيجه عاديه، معناه ما فماش اي مشكله باش الانسان ما يكملش يلعب للاخر. استقبال سيء نوعا ما لهنا، ولكن ما فماش استغلال فرصه من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. علاش السؤال الاول، علاش صعدت بمفردها يعني عزيزه الصابر؟ لا تحس ان المعده مسلمه، المعده نهال الكبير مسلمه في المقابله، معناه التصرف نتاع فيديت، معناه فيديت اللي ما تعطيش لفريقها، اش عملوا بها فيديت بلاش اداء. نعم 19-14 نهال الكبير في التوزيع على البورتوريكية ياميليسكا، والكره تاتي بنقطه، نقطه للنادي الرياضي الصفاقسي. 19-15 كره كانت اوت، هي الصامت عزيزة الصامت، هل ستتكلم مع هذه الكرة؟ بقيت صامتة بإرسال خاطئ. 20-15 مؤكد وأن السيد عبد العزيز بن عبد الله لا يقبل مثل هذه الأخطاء في هذه الآونة بالضبط. خيرج بنياني قاعدة تتشاور مع الصامت، قل لها مش مشكل ولكن ركز ركز على شوقتي، هكش قل لها خيرج بنياني بالضبط. 20-15 إرسال من البرهومي، إرسال من رقم 12 من نادي نسائي بقرطاج، مروه البرهومي، ترجع الكره تسديده قويه، هي العقربي، رحمه العقربي، ارحمهم شويه، ترجع الكره تلمس الشباك، نقطه صفاقسيه واضح، نقطه رقم 16 للصفاقسي، 20 للقرطاجني، للنادي النسائي بقرطاج، 20 نادي نسائي بقرطاج، النادي الصفاقسي ارسالات من هي نهال الكبير مع افضل ارسالات للنادي الرياضي الصفاقسي على الاقل في هذا النهائي. شفنا ارسالات ساحقه، قلت ما عادش نحكي عليها قبل ما تنفذ الارسال، حكيت عليها ضيعت، خليني ما نحكيش توا. فاطمه العقربي تنجح، فاطمه العقربي تقفز وتسجل، تسدد وتسجل. 21-16 مازال اربع نقاط تفصل النادي النسائي بقرطاج عن تتويج هو الاول في تاريخ هذا الفريق، صحيح هو حديث النشأة، ولد سنة 2011 هذا الفريق، ولكن في صدد البحث عن أولى ألقابه من ناحية الكأس، حاصل على البطولة، شبع بالبطولة توا، ثلاثة بطولات، ولكن الكأس مازال ما ذاقش طعم الكأس، مازالت مسرح بن حليمة تعدي خف الأضرار، ولكن الكرة الثانية ما تنجحش في تحويلها مروة البرهومي. معدة النادي النسائي بقرطاج 21-17، النادي الرياضي الصفاقسي يحب يربح بالكأس الثامنة، علاش ليه؟ هو فاز سبع مرات بالكأس، يحب يفوز بالثامنة، هو حر، هو يحب، واللي يحب عليه كان يخدم وعليه كان يسجل. حاليا النادي النسائي بقرطاج متقدم زوز اشواط مقابل شوط، وفي هذا الشوط متقدم باربع نقاط فارق، مازالت الكره الليبيرو احلام او نهاد البوراوي ترجع الكره، ترجع من البرهومي الى رقم سبعه رحمه العقربي، التوزيع من الموزعه هي نهاد الكبير والتسديد لجهان احمد، جهان احمد تسجل 18 الا ثلاثه حاليا، مع ثلاثة للنادي النسائي بقرطاج، إلا ثلاثة للنادي الرياضي الصفاقسي. هل سيطلب السيد بن يونس وقت مستقطع؟ لا. البورتوريكية ياميليسكا ينتين تتحول لتنفيذ الإرسال حاليا من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. بصراحة أقولها، كل غلطة بحسابها، وغلطة ياميليسكا بحسابها حاليا في هذا الإرسال الضائع. إرسال ولا هدية ولا أفضل للسيد بن يونس، هدية ولا أجمل بالنسبة للنادي النسائي بقرطاج، مش تحب أكثر من هكا؟ إرسال في نقطة 22، سيناريو شكون كان يتصوره النادي النسائي بقرطاج، في حين النادي الرياضي الصفاقسي يقول لك علاش يا مينيسكا؟ دفعنا الفلوس وجبناك باش ضيعنا توا؟ هذا هو السؤال المطروح. نواصلوا مع اللقاء، الاستقبال من البوراوي والتسديد من الأحمد جيهان محمد، من محمد جيهان محمد، نعم هي جيهان محمد في الكرة الأخيرة. 22-19 ثلاثة نقاط فارق، تخرج مسرة
وتدخل احلام التراعي من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. ارسال موجه على خلود الجنحاني، ترجع بكره ثانيه مروه البوغانمي، الصعود تالق وامتياز لنفس اللعبه لنفس اللعبه في الكره الاخيره. تحس انه الفريق اللي ياخو على اسبقيه كانه يترقب النقطه 20 باش يخلي المنافس نتاعو يخلط عليه في 20 22. نشوفوا انه 6 نقاط كان نادي النسائي بقرطاج متفوق، اصبحت الان نقطتين ومربوطه تو باستقبال. ممكن الاستقبال يكون جيد ممكن ما يكون جيد، والفرصه تو للنادي الصفاقسي باش يرجع رغم اللي معناها تراخى كثير في وسط الشوط هذا، لانه اصبحت معناها النتيجه منطقيه معقوله، معناها مش فرق كبير، ولانه النادي الصفاقسي خاسر شوط، ولكن خسر الشوط هذا تنتهي المقابله. نعم. لذا عنده فرصه باش يتشبث بالكرات هذوما الاخرانيه. نعم. ويعطي ما عنده واللي يربح صح عليه. هذا هو اللي يربح صح عليه بطبيعه حاله، حظ اوفر اللي باش ينهزمه، ولكن 22 20 هذا التشويق رجع على السسبانس. شكون ما يحبش السسبانس؟ شكون ما يحبش التشويق؟ سيناريو 22 20 افضل سيناريو للسسبانس. ارسال من التراعي، التوزيع البرهومي الى العقربي، فاطمه العقربي، الحلول موجوده عند فاطمه العقربي، تلمس السد والكره البرة اوت. 23 22 للنادي اللي سايب قرطاج، 20 للنادي الرياضي الصفاقسي. مازال المباراه، مازال الشوط. فاطمه العقربي ارسال طويله، الكره البرة هديه. توا نجم نقولوا سي محمد الارسال بتاع كوثر الجماعي. نعم. باش يكون هو الفيصل، الفيصل، لانه ارسال جيد ومدروس ونشوفوا الحالات، نشوفوا السيناريو. السيناريو ترجع الكره رحمه العقربي الى البرهومي الى الجنحاني، وكره المباراه خلود الجنحاني ما ترحمش لانه اخر نقاط، وكما قلت لك انه نقطه الضعف نتاع المعدة نتاع النادي الصفاقسي هو الصمت. نعم. هذاك علاش يلعبوا عليها اكثر. كرة المباراة إذا للنادي النسائي بقرطاج تأتي من إرسال الآن لخلود الجنحاني، النقطة 24، كرة المباراة، التوزيع، التسديد، الصد موجود، الكرة البرة أوت. مازال 22 للصفاقسي، مازال 22 للنادي الرياضي الصفاقسي و24 للنادي النسائي بقرطاج، مازلنا مع كرة مباراة ثانية حاليا، كرة مباراة ثانية للنادي النسائي بقرطاج مع انتظار ارسال من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. ارسال لمن؟ لجيهان محمد. انا شفت ورقه حمراء تو باش يدخل الترجي الرياضي، حصل ورقه حمراء حاليا، وقت 1-0 للنجم الساحلي. واضح بدايه المقابله، واضح هذا هو يجيك معناتها، مش لازم الامثال. خلينا نواصل مع كره المباراه، الاستقبال، التوسيع الان، البرهومي، هي الرحمه، رحمه باش ترحم روحها ولا باش ترحم المنافس؟ ترجع الكره، ما زالت تواصل اللعب، امكانيه التسديد، ما زال اللعب، يمينيسكا لم تاتي نقطه العوده، ثم الكره الداخل، هي كره المباراه، انجاز تاريخي للنادي النسائي بقرطاج. 25-22 نهاية المباراة، التشويق والإثارة هو سيسبانس لهنا في القبة مع لقاء الكبريات، نهائي الأميرة، نهائي الكاس مع الأميرات. نادي النسائي بقرطاج يفوز بأول لقب ليه بكأس تونس بعد ثلاثية البطولة، السنة يتحصل ويتوج بالدوبلي بعد البطولة يفوز بالكأس، ثلاثة بطولات كأس وزوج مشاركات إفريقية، في حين يبقاو 14 للصفاقسي، سبعة بطولات وسبعة للنادي، سبعة كؤوس، حظ أوفر للنادي الصفاقسي، وألف مبروك للنادي النسائي بقرطاج مع انتظار عملية التتويج إلى حين نعود بعد قليل. أتوقع أنه يكون اللقاء الخمسة ودرج الخمسة ودرجين، الخمسة وخمسة دقائق، الخمسة وعشرة دقائق، إمكانية انطلاق مباراة الأكابر. الآن ننتظر في رفع الكأس من جانب النادي النسائي بقرطاج الى حين بطبيعة الحال انطلاق مباراة الاكابر هنا بقصر الرياضة ب
بالمنزه قصر القبه. بطبيعه الحال هذه الفرحه فرحه النادي النسائي بقرطاج بالتتويج في هذا اللقب. اخطاء